أهلا بكم مشاهدينا في هنا سوريا. انفجار، لم تعد هذه الكلمة تشكل رعبا للسوريين الجالسين في منازلهم بانتظار براميل النظام وكل أنواع الصواريخ الروسية والأمريكية داخل المدن السورية. ففوبيا الانفجارات انتقلت إلى كل السوريين وفي كل أنحاء العالم، حتى ولو حدث انفجار في أقاصي هونولولو أو في أعالي نيكاراغوا يضع السوري يده على قلبه، فهو المتهم الأول والأخير وليس بريئا حتى لو ثبتت براءته. ما الذي يعنيه أن يتم إعلان جنسية منفذ جريمة التفجير في إسطنبول اليوم قبل أن تجف دماء الضحايا؟ أليس معلوما أن تأكيد هوية منفذ العملية يحتاج إلى تحليل الدي إن إيه ووقت ليس بالقليل؟ أم نسي العالم قصة جواز السفر السوري الناجي الوحيد من تفجير باريس والذي لم يخبرنا أحد إلى الآن من هو ذلك السوري؟ هل اتخذ العالم القرار بعدم استقبال السوريين بإلصاق كل تهم الإرهاب بهم؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في هنا سوريا. وفي المحور الثاني، للمرة الأولى في تاريخ الجيوش ضابط يكرم بإهانة جيشه. لماذا أعطى جنرال روسي سهيل الحسن الملقب بالنمر وساما روسيا على الأراضي السورية؟ أهلا. ليش طلعك بالاكل؟ سبع ايام. حتى من الجوع والي ست اشهر قاعد مزروبة وعم اشحد لاكل. قديش صار لها بالحليب؟ اكثر من شهر، كل 10 كانت فيها مرة. هلا شو عم تشربي لها كان؟ مي وملح. شو عم تعملي للطفلة؟ والله مربى ومي، لأنه ما في حليب، اجتنا كثير حالتها سيئة بس بدنا نحاول نعوض لها شيء. شهرين على المرأة والبهارة. وورق التوت. الرضايا كلهم عم يموتوا، ما في ولاد، كل الولاد عم تموت قدامنا مو قادرين نطلع. قررت حركة المثنى في درعا إجراء صفقة تبادل لإخراج معتقلات من سجون النظام مقابل تسليمها طائرة الاستطلاع الروسية التي أسقطتها الحركة منذ فترة، رافضة مبلغا وقدره مليون دولار بدلا عنها. ودعت الحركة في بيانها كل من عنده معتقل في سجون النظام للتواصل معها لأخذ المعلومات الكاملة خلال مدة وقدرها 4 أيام. أكد ممثلون للأمم المتحدة كانوا بصحبة قافلة الإغاثة الإنسانية التي دخلت مدينة مضايا السورية أمس الاثنين للمرة الأولى أن الوضع في المدينة لا يمكن تصوره من سوء الأوضاع وحالة اليأس التي تخيم على السكان. وأضاف المراقبون الأمميون أن مستوى الجوع وانعدام الغذاء في المدينة كان في أعلى درجات الخطورة، مؤكدين أنهم استمعوا إلى شهادات لأطفال يعيشون على أوراق الشجر منذ مدة شهر، كما وصفوا الوضع الذي شاهدوه هناك بالصادم، وأن السكان أصبحوا بحالة مرعبة بفعل عملية التجويع التي ارتكبها نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني. نشرت وسائل أعلام النظام بيانا صادرا عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة يدعو المواطنين في مناطق سيطرته إلى الانتساب للآلوية التطوعية. النظام فتح الباب أمام الموظفين للانضمام إلى هذه الآلوية عبر إغرائهم بالحصول على راتبهم إضافة ل50%، أما غير الموظفين فسيحصلون على راتب مقداره 30,000 ليرة بالإضافة إلى 10,000 ليرة تعتبر كمهمة قتالية. أكد ناشطو تجمع دمشق أنهم رصدوا تزايد قدوم عائلات شيعية إلى مطار دمشق قادمين من البحرين والسعودية وإيران، وقال الناشطون إن أعدادا كبيرة منهم أتت إلى المنطقة بهدف الاستيطان، وآخرين جاءوا للعيش بجانب أبنائهم الذين يقاتلون مع النظام ويستوطنون بيوتا داخل دمشق،
مؤكدين أن العديد من البيوت داخل دمشق القديمة هاجرها أهلها باتت ملكا للشيعة الجدد. قال فولكان بوسقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي إن أنقرة تعتزم إصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها. وأضاف فولكان لوسائل الأعلام بعد لقائه مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن خطوة إصدار تصاريح العمل جاءت لتخفيف الضغط عن السوريين والحد من هجرتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. هدد منشد ميليشيا حزب الله علي بركات كل من هاجم الحزب متوعدا بإبقاء السلاح في سوريا رغما عن إرادة الجميع. أنتوا عم تدافعوا عن أطفال الشعب السوري، طيب نبل والزهراء وكفرية والفوعة ما إلهم سنين محاصرين، والله هم مش سوريين يعني، لشو هالكذبة هاي؟ لشو هالكذبة؟ وقايمين تكيلوا الشتائم لحزب الله وما عاجبكم وجوده بسوريا؟ لك يا ريت حزب الله بيفتح لهم طريق لداعش والنصرة لحتى يجوا بس لعندكم. لشوف يا أرانب يا واوية شو بدكم تعملوا؟ بس بدي شوف شو حيطلع منكم ساعتها. ولشوف هيدا التضامن اللي عم تتضامنوه إذا حيشفع عليكم. هيدا البارودة وهيدا السلاح بده يضل داعس راسكم. وبدو يضل بسوريا وأعلى ما بخيلكم اركبوه. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لمتابعة هنا سوريا.